يرد هذا ويقول إن شعيبا عربي لغته عربية، وأما موسى عليه السلام فلغته سريانية أو لاتينية، فكيف يكون يعني يتخاطب هو وإياه مع أن اللغة مختلفة؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السؤال: والله لم يقل إنه شعيب، الله لم يقل إنه شعيب، لا ذكر أن هذا الرجل الكبير الشيخ الكبير أنه شعيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يقول هل يصح الاستدلال بهذه الآية على النصارى في هذا الزمان؟ لا، هذه في النصارى الذين أسلموا، الذين أسلموا، الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فهي في الذين أسلموا. أما اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لا أحد يقول إنهم مسلمين، أعوذ بالله، أحد يقول هذا إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم سبحانه وتعالى، فكيف يقال هم أقرب مودة للذين آمنوا وهم يقولون الله ثالث ثلاثة؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو إن الإنسان يقرأ الآيات ولا يستعجل لعرف هذا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، شوف ما كملت الآيات، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع إما عرفوا من الحق، هم المقصودون. أما اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول هؤلاء هم المقصودون بالآية؟ لا، هذا تعنت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد تحديد الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول هل ورد تحديد الصلاة؟ يقول هل ورد تحديد الصلاة؟ تحديد؟ نعم. نعم. التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى ليلة الإسراء والمعراج. ظاهر والله أعلم أنه صلى ركعتين. نعم. يعني ما بعد فرضت عليه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص. نعم. يقول آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. تعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون إلا الموافق للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. فليعمل عملا صالحا، هذا لا يكون إلا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فهو مردود، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ذبح رجل عند قبر ظنا منه أنه أفضل من الذبح في بيته، فهل هذا يعد من الشرك؟ إن كان يقصد تعظيم الميت والتقرب إليه فهذا شرك أكبر،
وإن كان يذبح عند القبر يظن أن الذبح عنده هو لا يريد إلا الله جل وعلا يذبح لله، لكن يظن أن الذبح عند القبر أفضل ولا يريد القبر إنما يريد المكان فقط، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم التبرك بجدران الكعبة وهل يعد شركا أكبر؟ لا أصل له، لا ما هو بشرك أكبر، لكنه لا أصل له، الكعبة إنما يستلم منها الحجر الأسود والركن اليماني، وما عداه لا يستلم ولا يقبل. الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه. الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه، أما الركنان الباقيان فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. ولما رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة نهاه عن ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فترك استلام الأركان الشامي والعراقي، تركهما امتثالا لما بلغه من أن سنة الرسول إنما هي في الركنين، والحكمة في ذلك أن الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الأركان الباقية فالكعبة قصرت من ناحية الشمال ويخرج منها الحجر لقصور النفقة على قريش، لما أعادوا بناء الكعبة قصرت النفقة عندهم فاحتطموا من الكعبة ما يسمى بالحجر ويسمى بالحطيم لأنه احتطم من الكعبة، فلا يستلمان ولا يقبلان لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام. وإن كان من الكعبة فدل على أن الكعبة لا تستلم ولا تقبل إلا ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالكعبة وكان يتعلق بأستارها أو يتعلق بالباب بباب الكعبة، كل هذا من التزيدات عند الجهال، هذا من التزيدات عند الجهال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأي صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه ليس بشرك، لكنه ليس بشرك، لا يصل إلى حد الشرك، إنما يكون هذا غير مشروع، قد يكون بدعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأي سماحتكم بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وما هي أفضل الكتب في بيان مفردات القرآن؟ القرآن له كتب مؤلفة في مفردات والغريب، ولكن أحسنها فيما أعلم هو مفردات الراغب، كتاب جيد مفيد جدا الراغب الأصفهاني. هناك الغريب، غريب القرآن وغريب السنة، ألف مؤلفات في الغريب، في غريب القرآن وغريب السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل محمد بن نصر المروزي هو مصنف كتاب تعظيم قدر الصلاة؟ لا، ظاهر أنه أبو الشيخ أولاد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية. نعم. يقول: الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية، هل يصح أن يفسر بها القرآن ويكون تفسير صحيح؟ أولا تفسيره بالعلمي ما هو صحيح، ما بعلمي هذا، إلا إذا قصد به علوم الدنيا فقط، علوم الدنيا، أما علمي إطلاق فلا، العلم المطلق هو علم الشريعة، أما الصناعات والحرف والمخترعات هذه لا يطلق عليها العلم،
لأن العلم لفظة العلم لفظة شريفة فلا تطلق على هذه الأشياء ولا يفسر بها القرآن لأنها أعمال بشرية ونظريات بشرية تختلف وتخطي في كثير فلا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين هذه أوجه التفسير الأربعة وكذلك اللغة العربية التي نزل بها القرآن فسر القرآن إما بالقرآن نفسه بالآيات الأخرى وإما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وإما بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه تفسير القرآن وإما بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ورووا عنهم تفسير القرآن وإما باللغة العربية التي نزل بها القرآن أما النظريات فلا يفسر بها القرآن لأنها تخطي وتصيب وربما تأتي نظرية ثم تأتي نظرية بعدها تكذبها وتبطلها نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل في المنام يستطيع ما هي الرؤية بهواك إذا بغيت تجي هذه الرؤية هذه من إرادة الله سبحانه وتعالى ومن آيات الله يجريها لمن يشاء من عباده فهنا يبهواك نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين عدم يقول كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين تفكره نعم وبين عدم تفسير القرآن بالرأي تدبره على ما جاء في السنة وفي القرآن بعض ببعض السنة في أقوال الصحابة أقوال التابعين باللغة العربية تدبره بهذه الأصول والمصادر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يكون هناك خلاف في حكم تارك الصلاة مع أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كفر تاركها ومنهم علي بن أبي طالب وعمر الفاروق رضي الله عنهم دون مخالف لهم من الصحابة يا أخي السنة كفرتهم الأحاديث الصحيحة كفرتهم قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وفي القرآن إذا سئل أهل النار ما سلككم في سقر ما هو الجواب قالوا لم نكن من المصلين أي الجواب يجيبون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يمنعون الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فقرن تارك الصلاة مع هؤلاء ومنهم المكذب بيوم الدين ثم قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو لم يكونوا كفارا لنفعتهم شفاعة الشافعين لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر دون الكفر الأكبر المخلد في النار يكونون مبتدعة لا ما هم مبتدعة هذا قال بعض العلماء بعض الأئمة لكنه خطأ الأدلة الصحيحة تدل على خطأ هذا القول وإن قال به من قال نعم لكن ما يصل إلى حد الكفر أو الردة أو نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد تقول السائلة
امرأة قدمت من إفريقيا إلى الرياض قبل أشهر وهي مريضة، وإذا ركبت السيارة يشتد مرضها ويؤلمها قلبها عدة أيام، والسؤال هل يجب عليها أن تحج بأن تسافر بالطائرة إلى جدة ثم بالسيارة مع اشتداد المرض عليها؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة قدمت من إفريقيا إلى الرياض قبل أشهر وهي مريضة، وإذا ركبت السيارة يشتد مرضها ويؤلمها قلبها عدة أيام، والسؤال هل يجب عليها أن تحج بأن تسافر بالطائرة إلى جدة ثم بالسيارة مع اشتداد المرض عليها؟ وإذا كان لا يجب عليها فهل يجوز أن يستنيب أحد أولادها فيحج عنها؟ هذه فيها تفصيل. إذا كان يرجى زوال ما فيها أن تقدر على الحج في المستقبل فإنها تؤجل الحج إلى أن يزول ما فيها تحج بنفسها. أما إذا كان لا يرجى، المرض مزمن، قرر الأطباء أن المرض مزمن لا له علاج ولا يرجى زواله، فإنها توكل من يحج عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهل تعتبر الزيارة من أعمال الحج؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر من أجلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ويكون القصد للسفر إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، وتدخل الزيارة تبعا. فمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أو كان قادما إليها، اللي في المدينة جاء من سفر أو القادم إليها من غير أهل المدينة، استحبوا لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. أما أنه يقصد بسفره زيارة القبر فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، وأيضا هذا لم يشرعه الله، لم يشرع الله أن الزيارة تكون مع الحج أو أنها تابعة للحج، وإنما وقتها موسع، يزور قبل الحج، يزور بعد الحج، يزور في أي شهر، الأمر واسع ولله الحمد، ما لها ارتباط بالحج. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها،
يقول ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها، وكذلك قال عند قوله تعالى المصباح في زجاجة، قال إن المقصود بها فاطمة رضي الله عنها، فما رأي سماحتكم؟ هذا تفسير الشيعة، عندهم مضحكات أكثر من هذا، عندهم مضحكات أكثر من هذا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول هذه عائشة. يا ليتني كنت ترابا، يقول لا يا ليتني كنت ترابيا، يعني تابع لعلي أبي تراب. وغير ذلك من المضحكات، تحريف كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل استشكل علي قول، وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف. يقول استشكل علي قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف. الخلاف على قسمين، خلاف ظهر الدليل فيه مع أحد القولين، فلا يجوز لنا إننا نترك ما قام عليه الدليل ونأخذ ما خالف الدليل. هذا واحد، هذا ينكر فيه، من أخذ بقول يخالف الدليل ينكر عليه، لا قول لأحد مع الدليل أبدا، ولا اجتهاد مع النص. النوع الثاني الخلاف الذي ما ظهر الدليل مع أحد المختلفين، كل واحد من القولين محتمل ولم يظهر الدليل مع أحدهما، هذا هو الذي لا إنكار فيه، هذا هو الذي لا إنكار فيه، لأنه ما ظهر الدليل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل خرج جيران لنا من بيتهم قبل مدة طويلة واستوطن الجن في هذا البيت، أرهم يطلعوا منه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، وقاموا بالخروج على أطفالنا والتلبس ببعضنا، فهل يجوز لنا أن نجعل مسجلا للقرآن في هذا البيت وأن نقرأ فيه، وما هي الطريقة الصحيحة في إخراجهم؟ خذ يأخذون مسجل، ما هو هذا، ما هو بحل هذا، لكن استعمال الورد والذكر، استعمال الورد والذكر، ما هو مسجل، مسجل حديد ما، لكن أنت تورد في البيت وتقرأ القرآن أو أحد من أهل البيت يقرأ، هذا هو الذي ينفع، ينفع الله به، أما مسجل حديد ولا يهم الجن. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة، فالبعض لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، والبعض الناس لا يستطيع أن يسجد سجودا صحيحا ولا يجد موضعا للسجود، فهل يصلوا على قدر استطاعتهم أم ينتظروا حتى تنتهي الصلاة ويخف الزحام ثم يصلوا؟ وهل الله أوجب علينا أن لا نصلي إلا في المسجد الحرام؟ ما مكة ما فيها مساجد، ما عندها يعني ما في حولها فضاء وبر، لا ما نشق على أنفسنا ونقول إلا نصلي في المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في الأبقة، ما بينه وبين المسجد الحرام إلا مسافة يسيرة عند المعلات، ولم يكن يذهب إلى المسجد الحرام إلا للطواف، إلا للطواف وأداء النسك، ما صلى في المسجد الحرام إلا صلاة الفجر عندما طاف للوداع عليه الصلاة والسلام وأراد السفر. الله وسع على المسلمين، هم اللي يضيقون على أنفسهم، ولا يجوز أن تصلي بالإشارة، اخرج يا أخي، اذهب للمساجد الأخرى، اذهب للمساجد الأخرى وصل فيها. نعم. لا تضيق على نفسك، الناس هم الذين شقوا على أنفسهم وظنوا أن الإنسان ما يجلس إلا في المسجد الحرام ولا يصلي إلا في المسجد الحرام، ولا ولا الحرم كله ولله الحمد كله حكم واحد، ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام، تضاعف فيه الحسنات وتعلم فيه الأجور، كل ما كان داخل الأميال الله وسع على المسلمين، لكن هم يضيقون على أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال، وهل ينكر على من قال بخلاف ذلك؟
متى؟ عن الجمرات قبل الزوال لا يجوز، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص في هذا لأحد، انتظر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حتى زالت الشمس فرموا الجمرات وقال خذوا عني مناسككم، ولا رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، إنما هذه أقوال لبعض العلماء عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف الدليل فلا عبرة به. فالذي يرمي قبل الزوال في أيام التشريق رميه غير صحيح، لأنه مخالف لرمي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت؟ يقول: ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت؟ نعم، الحج يحتاج إلى نفقة، فأخذ النقود من أجل أن يحج عن الميت يتبلغ بها هذا شيء طيب لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: صليت إماما وفي إحدى السجدات لم أضع إحدى يدي على الأرض، فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي؟ يقول: صليت إماما وفي إحدى السجدات لم أضع إحدى يدي على الأرض، فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي؟ ما ندري وش معنى قوله لم يضع يده على الأرض، يعني إنه صار بينه وبين الأرض فراش وحايل، أو أنه كاف يديه ما نزلت لا على فراش ولا على غيره، هذا لا يصح، لا يصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الوجه، الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والركبتان، والقدمان، فلا بد أنه يسجد على سبعة أعظم. فإذا كان رفع يديه ولم يضعهما على الأرض لا مباشرة ولا من وراء حائل فإنها لا تصح صلاته، إلا إن كان هذا لعذر ما يستطيع يضع يديه، عذر يده ما يعني فيها ألم ومرفوعة، فيها كسر ومرفوعة ولا يقدر ينزلها، هذا له عذر. أما إذا كان سليم ولا فيه أي آفة ولم يضع يديه فهذا لا تصح صلاته. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تقول السائلة: النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين، تقول: النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين هل تصلي وتصوم؟ نعم، إذا انقطع عنها الدم في أثناء النفاس قبل الأربعين ورأت النقاء فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن عاد إليها قبل الأربعين فإنها تجلس وتكمل الأربعين، وما صامت وصلت في وقت الطهارة صحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم، يقول: كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم، فماذا أفعل بها؟ هل أحرقها أم ماذا؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والرجوع إلى الحق، ونسأل الله أن يهدي بقيتهم وأن يردهم إلى الصواب وأن يهديهم للحق. الأوراق أحرقها، اتلفها، ولكن عليك أيضا عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع، عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع وتبين لهم الخطأ لعل الله أن يهدي من يشاء منهم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من تورط بالقروض الربوية من تورط بالقروض الربوية وهو حتى الآن يقصدهم يقول: فما الحل؟ الحل ما له حل، إن كان يبي يسامحونه وينهون يضعون عنه الأقساط الربوية
وإلا هم سيلزمونه بدفعها، وهو الذي ورط نفسه في ذلك. نعم، كان سأل قبل أنه يدخل في التعامل الربوي، أما بعد ما تورط ليس له حيلة إلا أنهم هم يسمحون عنه ويتوبون إلى الله ويتركون هذا الشيء. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، وردت أسئلة كثيرة تسأل عن درس الأسبوع القادم الذي يكون بدلا عن الأربعين النووية بعد الحج إن شاء الله. بعد الحج إن شاء الله. نعم، انتهى. أسأل الله عليكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله